اللباس التقليدي البافاري في كل مكان في مهرجان أكتوبر، فمن يأتي هنا للاحتفال يرتدي الفستان التقليدي أو السروال الجلدي، سواء كانت هذه الملابس مصنوعة باليد أو تم شراؤها في الأسواق العادية. هذا لباسنا التقليدي في ميونخ. هذا اللباس نورثه في العائلة من جيل إلى جيل، أنا أحب هذه العادة. تقاليد وأحياء لذكريات وفخر في بافاريا وميونخ. هذا اللباس يعني لي متعة ومناسبة للاحتفال. في الأثناء أصبح بإمكان الجميع الحصول على اللباس البافاري التقليدي. المصممون يواظبون على تفصيل هذه الملابس، ولولا بالتينغا مشهورة بتصاميمها في جميع أنحاء العالم، ويبلغ سعر الفستان الواحد حوالي 3000 يورو. أصبح اللباس البافاري صيحة موضة، ليس فقط أثناء مهرجان أكتوبر بل في أوقات أخرى أيضا. فهذه الفساتين تظهر تفاصيل جسد المرأة وتمنحها الشعور بالحياة البافارية، ولهذا فإن الكل يريد ارتداء هذا الفستان والشعور بالانتماء لطريقة الحياة البافارية. تصميم الأشكال الحديثة لهذه الملابس يسمح للمصمم استخدام جميع الألوان، لكن الأشكال القديمة تفرض عليه ألوانا معينة، فلكل لون معنى ولكل قرية ألوانها. أرتدي هذا اللباس من أجل القول أني بافاري ومن ميونخ. لا أرتديه من أجل احتفال أكتوبر بل في كل يوم أحد. زيموني إيغا تناولت هذه الظاهرة في كتاب، وتقول إن هذا اللباس ليس قديماً كما يعتقد، فرغم أن جذوره تعود إلى ملابس العمل للفلاحين البافاريين، إلا أنه تحول إلى لباس عادي لنساء المدن في نهاية القرن 19. العائلات الميسورة كانت تقضي عطلة صيفية لعدة أسابيع في المنطقة الواقعة بين زالسكاماركود وبافاريا. كانت هناك خياطة تسكن هذه المنطقة المخصصة لقضاء العطل، وكانت متخصصة في حياكة هذا اللباس الذي كانت تستخدمه الفلاحات في أعمالهن. وبهذا تحول هذا اللباس إلى حلة ترتديها النساء اللواتي يقضين العطل هناك. الفرق كبير بين الملابس التي تباع في المحال العادية وتلك التي تعتبر تقليدية، فاللباس التقليدي لا يتغير، ومن خلاله كان في الماضي يمكن التعرف على المكانة الاجتماعية لمرتديه وعلى منطقته. في اتحادات مخصصة لهذه الألبسة ما زال هذا التقليد جاريا حتى اليوم، لا سيما في النمسا وبافاريا. لباس ديرندل ينحدر من اللباس التقليدي، الأمر الذي له علاقة بالجزء الداخلي منه، فهو يتكون من الجزء الخارجي المزركش والجزء الداخلي، هذان الجزءان مرتبطان ببعضهما بعضا. في مهرجان أكتوبر استطاع هذا اللباس فرض نفسه، أما الرجال فيرتدون السروال الجلدي. أزور في كل عام مهرجان أكتوبر، وبدون هذا اللباس لا أشعر بالمتعة اللازمة. أرتدي هذا اللباس لأن ارتداءه واجب. في بافاريا يرتدي الناس هذا اللباس ليس فقط بمناسبة مهرجان أكتوبر، كما هي الحال هنا في منطقة بيرشتسغادن. في هذه المنطقة يصنع السروال الجلدي يدوياً منذ عام 1888. جد فرانس شتانغاسينغا أسس هذا المشغل، وكان السروال الجلدي يستخدم آنذاك من قبل الفلاحين والعمال، وأشكاله ما زالت منذ أجيال العلامة المميزة لهذا المشغل. جاءني زبون يحمل بنطالا من عام 1890 وما زال لغاية الآن يحتفظ بفاتورة الشراء. قال لي أن جده طلب تفصيل البنطال هنا، وبعدها أهداه لابنه، وهكذا. هذا البنطال ورثته 4 أجيال. لو كانت الملابس هي المعيار في مهرجان أكتوبر لكان كل شخص هنا بافاري، لكن هذا اللباس التقليدي أصبح صيحة موضة في جميع أنحاء العالم. We'll be right back.